مستعدون لتمرين خيال؟ نعم. يلا هيا نبدأ. معداد افتراضي، صفر معدادك. 27 300 ناقص 15 ناقص 12 ناقص 100 ناقص 200 430 30 ناقص 200 ناقص 100. الجواب 30. برافو يا أيمن. سؤال آخر، معداد افتراضي، صفر معدادك. 725 20 ناقص 45 ناقص 400 ناقص 300 610 10 15 ناقص 35 ناقص 400. الجواب 200. أحسنتم. يلا صفروا معداتكم. 354 44 ناقص 200 ناقص 100 ناقص 99 720 20 ناقص 700. الجواب 40. أحسنتم. صفقوا لأنفسكم جميعا. الآن لدينا نشاط بسيط بعنوان استراتيجية الوصول إلى الكنز. لدينا 5 حلقات، في كل حلقة يوجد سؤال. من يجتاز 5 أسئلة يصل إلى الكنز. هل أنتم مستعدون؟ نعم. سؤالك الأول خيال. معداد افتراضي، صفر معدادك. 161 ناقص 11 ناقص 50 30 450 ناقص 80. الجواب 400. أحسنت. انتقل للسؤال الثاني. تقفز للسؤال الثاني. كمان خيال. معداد افتراضي، صفر معدادك. 316 683 ناقص 99 ناقص 900 681 ناقص 31. الجواب. تفضل يا محمد، انتهى وقتك. يلا يا أيمن. معداد افتراضي، 316 683 ناقص 99 ناقص 900 681 ناقص 31. الجواب 650. ممتاز. انتقل للسؤال الثاني. معداد افتراضي، صفر معدادك. 161 ناقص 11 ناقص 50 زائد 30 450 ناقص 80. الجواب 400. ممتاز. السؤال الثالث. معداد افتراضي، أيضا صفر معدادك. 85 14 ناقص 99 47 20 ناقص 60. الناتج 7. ممتاز. عدد أجزاء السربان. إطار خارجي، عارضة، أعمدة، خرزات سفلية، خرزات أرضية. السؤال الأخير. معداد افتراضي، صفر معدادك. 317 ناقص 15 ناقص 102 ناقص 200 641 51. الناتج 693. رائع. شكرا قوي لأيمن. ما قيمة الخرزة العلوية في العمود الثالث؟ العمود الثالث 500. أحسنت. السؤال اللي بعده. مثل على أصابعك العدد 78. 78. ممتاز. السؤال الأخير. معداد افتراضي، صفر معدادك. 459 ناقص 54 ناقص 505 زائد 681 ناقص 500. الجواب صفر. تفضل. معداد افتراضي، صفر معدادك. 759 ناقص 54 ناقص 505 681 ناقص 500. الجواب 301. معداد افتراضي، صفر معدادك. 217 782 ناقص 999 370 320 ناقص 90. الجواب 5 700 600. احسنت. السؤال اللي بعده. ما قيمة الخرزة السفلية في العمود الثاني؟ السفلية. احسنت. صفقوا لي هيثم. مدرس جيل المستقبل الخاصة، تعليم خلاق نحو غد مشرق.